خلونا دلوقتي نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، اللي منها تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزب سياسي هيعقد اجتماع. الاجتماع ده لمناقشة المحور السياسي في الحوار الوطني اللي دعا عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية. كمان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هينظم ندوة حول الممارسات الاحتكارية. النهاردة كمان في مباراة هامة جدا في نصف نهائي كاس العالم اللي هتجمع ما بين المغرب وفرنسا. طبعا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي لانه بيمثل مش بس المغرب، لا بيمثل الوطن العربي ككل. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزب سياسي هيعقد اجتماع لإطلاق مناقشة حول المحور السياسي، أحد محاور الحوار الوطني اللي دعا ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. التحالف انتهى خلال الفترة اللي فاتت من صياغة رؤيته حول المحور الاقتصادي واللي بتتضمن مجموعة كبيرة من التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. النهارده هينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الندوة الشهرية الثالثة تحت عنوان الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون. الندوة بتأتي في إطار تنفيذ محاور حملة التوعية اللي أطلقها المجمع الأسبوع الماضي بعنوان الاحتكار يدمر الأوطان. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهارده في مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي واللي هتجمع بين المغرب وفرنسا الساعة 9 بالليل.